انت اللي اول شيء انت جديد يوزرك اللي مبطين من هنا. الشيء الثاني ما جودين باثين يعني ما اخر بث لنا ما قد كمل 24 ساعه. مرحبا بك والله يعني مو بوقت اني انصح وكذا ما عندي فرصه. نشوفك بعدين الله يكبرك. هلا بهاج الله يحيي باك يا رحبي جزيل. نصف السيرفس ارحب يا صيته كيف حالك؟ فهد رد تويتر ارجوك لبي ارد انا في تويتر. وش خانت العمر والايام ارحب يا لكلبي الله يبقيك يا نوار. نشكرك على التغريده الله يطول عمرك. اي تغريده؟ حقت ابو علي؟ باذن الله انا بصير نائب المدير الحين محمد الله يبجيك. المدير هذا ان شاء الله يفوز في التصويت. يلا عم. واذا فاز يعني هو صديقي فانا يعني يمكن اصير يعني مساعد المدير. والله والله بنطلق صدق. وش ينقصك؟ جعل فوز في الجنة. ينقص الدراهم. هذا يصير مدير الغرفة التجارية في الرياض. أنت تدري؟ تدري وش معنى ذي؟ فاجأ كلمك. أرحب أحمد. ما هو حصل لك. ليه ليه ليه؟ شحني ترى. شاف شرب العود. روح ارقد ولا الايام واجد وبنبث وامر الله ساعه لا تخاف. ارحب يا محمد الله كل بي. ارحب يا كل بي جديد. والله ما من جديد في الديره ولا لا روحه. كيفك انا درى ونعم يا درى حيا سر. عجور الله يجيرك من العذور. بس نبات قليل حرام عليك. وين ادعو لي بالشفاء والسعادة. الله يجعل ربي يشفيك في ذا اليوم ويسعدك. والله انك ماجور والله حلو مقطع التيك توك. الله يجعل ربي يحل لي حياتك يا حبيب. ادعو له بالرحمه يا ابو محمد. جعل ربي يرحمه. ارحم من قلب نجران. الله ابو 70 نعم والله في نجران واهل نجران. اختام هجيك. هذا التعب اني صدق قلت عم خلف. استخدمي والله يا مستك هذا من التعب. انا رجال اتعب. مرحبا ابو سميمه كيف حالك؟ كيف حالك؟ جليزين حالك؟ ارحب يا ابو محمد ترحيب المطر الله يبجيك يا ابو مرحب. في واحد هنا طلاقني ابرك في حلقه ويعود ابرك في حلقه ويعود. هذا اكثر واحد ابرك في حلقه ذا. هلا ابو محمد. يا مرحبا بالشيخ خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا والله ومسهلا يا ابو محمد. الله يعافيك ويبقيك. انا وجهك منور يا ولد. يا عل ابوك هذا والله من طيب اصلك. الله يطول بعمرك. شو الاخبار؟ وين غيبه يا ولد مع التبث؟ والله يا طويل العمر السلامه. كنت والله مسافر. ها وين مسافر؟ ما والله خبرك في الديره ما تسافر يا طويل. لا والله كنت يعني مسافر رحله استجماميه في انجلترا. والسلام. اي والله توني جاي طبعا بعيد عن السوشيال ميديا وبعيدا عن. شلونك الله يعافيك؟ والله اني بخير. كذا خشيت في الجوله على طول. تعجبني صمرتك. والله صامر بفوز والله بفوز. خلها بدون دين الله يعافيك. والله نفوز. سم؟ والله نفوز.
لا انا اقول كنسل كنسل خلها بدون دين نافداك. استغفر الله. اجل خلاص تفضل. ترى حامد باشا يسلم عليك ويقول لك على الصدام. تفخ ذا المدا ابو زغدات. ها يا اخي ليش الناس الوسيمه الانيقه اللي فيها يعني يا ولد الوسامه ما بكل شيء يا بهاج. ليه ما معهم فلوس؟ واللي يجيك قبيح ما معه رقبه. حامد باشا ذا صغيروني معك عكنية مع الدراهم الارض. يا ولد ما بكل شيء وسامع. في ناس وسيمين. طيب تجار. طيب طيب قم 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 صب شاي. صب شاي على طال. الشاي وراي والدنيا وراي. عاين قم قم صب. صبك شاي؟ ايه بعلمك الحين احكام وتعرف تصب شاي. انت وفاتح بث؟ لا انت صامت. تبيني ابرك في حلقك؟ والله لدك تبطي علي الطلاق انك تبطي. يا علي الطلاق اننا نام على اذنك. جوله هالجولتين. لا جوله هالجولتين. يا تكبيس يا اخوان بدوه. تف تكبيس. لا ترحمني لا ترحمني. خبزي. لا ترحمني وانا ما برحمك. علي الطلاق ما رحمك يا بهاج. شوف سعدك حي كبيره. ما ينشف ريقك في البرنامج الا انا. ويش؟ ما ينشف ريقك في البرنامج الا انا. كلهم كلهم بهوج بهوج. علي الطلق ما ينشف ريقك في الجولات الا انا. والله شف وتشوف. والميدان احمد اقول يا غرنوك. رجال 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 يا حليلي. جعلنا من يوم القدوان الرجال والمواقف تشوش والردي انحاروا. يا خلاص قريب وما ترى قريب والله قريب. يا سلامة عيال. يوم دخلت مع خالد جوني ناس يعني اسماء حلوة. والله العظيم واحدة اسمها رياض واحدة اسمها رانيا. سلام كومنت. عندي واحدة اسمها شرعة. سلامة. واحدة اسمها طمشة. اعقب يا غيروا اسماءكم حتى لو اسمك كذا يعني شرعة طمشة. نفسي 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 إيه عشتي. طمشة من لا والله جميلة من عندي عانى بالكومنت. أندري إنك منصدم شكلك أنت غايب البذور اللي راحت. كخش ما الريال.
اخبارك؟ والله بخير يا حبيبي. اليوم كان حبيت اترك الدوسري. ارع طلاقي لا تعدني، لا اجيك ونكسر خشمك. عقب لعنه بذا الوجه. تقعد تمدد يديك في برنامج طلاقي الناصرك لو انك في خير خير. قامي يصير دجاجه. يولد مصر الدين تصير كذا فاشل. احترم نفسك. يا ولد انت ليش كذا دائما تخصم؟ خليها بدون حيوانات يا حمار. يلا يلا. العب. بحكمك يا ولد. جول احنا قايلين. لا. اغي وزين خلاص حبيبي خلاص يلا يلا خلاص خذ غطيت بلق بلق. يا ولد انت ورع. انت ورع. انت ليه ما تفهم؟ انت ليه دائما ورع؟ لسان هالعم معك. يا ولد لسان معك واذا لسان هالعم معك بحكمك. كل جول بحكمك. ها؟ يا ولد ما بجولتين يا ولد استهبل انت. وش اللي كذا وش اللي كذا؟ ايه بستانوتك. يا ولد احكم يا ولد. يلا يلا قم قم اضغط اكسبرس. يلا ما تعرف النظام انت؟ احنا قالوا جوله وحده. اضغط اضغط. الوحده ما يدخل. ما اسميها. يا خلاص خلاص. ايش الربع؟ الحكم الاول. يا تلعب جوله خليني امشي. الحكم الاول اسمع اسمع. انا ماني اسمع اسمع. ابي حكم واحد ما عندي مشكله. حكمي تسكت. جوله كامله. لا لا يا حبيبي احنا قلنا جولتين. جوله كامله. لا تكتر رجيل يا ولد. وش الحكم ذا؟ جوله بكل جان احنا اكبر من كامل. معك اخوك بهاجي لك البي من بيش. وله معك خالد الروقي من شقره. و70 يا ولد الله يرحمني والديك احنا جايين جوله. يا ولد اهلم اهلم كلها العب قبل ان افتح اشباك. قل علي الطلاق لا نفذ طيب. بدون اطلق ام العيال عشان جوله احنا اكبر من الكلام ذا. يا رجال ام العيال ما دارت عن ام العيال انت تجيك الحين ما جاتك لها الحين. تتجي تتجي ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله بس انت بتنفذ. لا لا ما تنفذ طيب. انفست علي على ذا الخشم يا وجه عتيب. ها ما عاد فيه مزارك طيب الحين احنا في جوله وقاعد هي قاعد هي تلم جنبها. انفذ بذراعك مع الرجيل وابشر والله انا انفزت علينا نفذ لك حقك يا اخو. ترى الرجل ما يحتاج. على ابو كل جان ها قبل اقبل. والله ما لا عميوت. لا عميوت. يا عيال كبسوا يا عيال والله ما هي بحياه ما هي بطريقه يعني. والله وجه الجعري ذا يفوز علي انا ما هي بحياه. طلاقي ما هي بحياه. صدق اقسم بالله اني صادق انا. تتجي ان شاء الله. والله عيال تكفيزكم مودي والله كبس والله بكيفك انت عادل انا يعني انا الموضوع الان احنا معك الموضوع ما هو مساله انك تكبس لا مساله ان نشوفك نظاره اي والله نظاره هزار دي بعد يلبسها لا هزار بطاش ما طاش وانت للحين خل على الله الله يزينها من العمر والايام من دونك يا اخوي والله ان شاء الله رق مدنيك يا الحصيني ابشر سعد كنت السعد جاني ما اخلى منكم ان جد ورجع له اهداك اوقكم انت ما كل يوم الا النشا معي يعني امس انا في التوب الثاني بدون جوله الحين يجيني الجعري ذا يفوز بدون سب بدون سب الله يرضى عليك بدون سب خلها بدون سب بدون سب الله يوفقك احنا ارقى منك بدبدبدبد اقعد قعد انت عمرك ما عاد تفتح بثوثي ولا تصد والله وانا اخوك كنت في برا المملكه ما كنت يا خلود ايش فيك خلودي يعني لازم اني اطلع برا المملكه اصور لا مو بلازم محتوى دنيا يا ولد حلاوتين الربع محتوى شيء يا ولد والله يا اخوك تعبنا تعبنا من المحتوى ملينا اقسم بالله نفسك يا ولد انت مليت باقي انا وانا توي يا ولد على قولة الشمام روغت لحدنا في الاعلام بس اني يا ولد متعب
صنع في الكويت. دبل دبل يا عيال دبل، تعاونوا يا اخوي. ليه ما ندوك صنع في الكويت؟ والله وجهك مسرحي مسرحي. علمت والله في عن وجهك ما ندوك، يعني احسك تصلح ثنائيه. ليش وش دخل يعني الكويت؟ يعني وش يعني انت تسقط على الكويت الحين ولا كيف؟ لا يا غبي، الله يلعن ابليسك، لا تدخلني في رصيف، الله يلعن ابليسك. سام وش؟ وش قول دبي هري. لا يعني شوف الكويت هم الصوت يا ولد بهرج انا. هم اهل المسرح يعني، انت تخطي يعني على الكويت يعني، ما فهمت. قلت دائما بالكويت انا، هيك ابليسك. تدخلني في رصيف انت الحين كذا يا غبي. انا ما ودي انك تسب، يعني اذا تسب بينك وبين احد يعني خليك بيني انا وياك. هو ايش اقول بعد بيني وبينك؟ لا لا تعب، انت ما انت بندلي عشان اعاديك انا. علي جي الحرب يا ويلي، ولا طلع اخ ولا كان حكمته. تبي سريلاك؟ سريلاك لك تبن انه؟ ها؟ لا يعطيك حامد باشا ننه؟ وين موجود؟ ما موجود الرجال، ما هو موجود والله، ما موجود لا اصلا. هو نن ذي يبيعونها في محل العصائر، باباي وعصير اليوم، مدري يوم العصير. شفته يا ولد؟ سام شفته انا ما ادري. قد شفته؟ باباي لا شفتها من باباي انا. قد شفته انت؟ يا جماعة خلوني أنام على إذنه، خلوني أنام على إذنه، والله لا كره شيء اسمه لكاعة، والله لا كره علم هنا. أنت شو فيك شيء ملذو عند؟ عصير نانا اللي في ال يا رب متفالك ذا لا يفوز علي. وقت العصير عشت يا طمش. تتجي إن شاء الله تتجي. وش بدها تيجي؟ تبنى النه انت؟ ها؟ الله ان شاء الله يوفقك ان شاء الله. من اللي عندك؟ زيه ولا تنفذ؟ لا يا جماعه ليش هذا هذا بهاي؟ ليش تنفذ؟ انت لك قدام يعني. ابدا. انت وين كبير؟ انا موجود في الديره، ايش قاعد اروح؟ ليه؟ وين من الديره؟ عليتي انا. وين تجي؟ مو تعرف شقرا؟ ونعم والله انت مش اقرا يعني مسوي توي ادري غبي. احنا نشبنا الله يقطع بليسك. عليك وعليك ما في نشبه معي طاق. لا بالجوله ادخل 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 اعلمك انا. ايه خلاص خلاص يا خلودي، فزت علي مره فزت عليك مره، خلها بدون حكم. والله ايه راح خلاص الواحد يفلح. ايه تاتجي ان شاء الله. والله خلاص الله خادري وراك. وش اللي وراي؟ الله يحفظك بهاج. اطلبك حصان انا ترى. ها؟ علي يطرق لك تطلب لي حصان ولا شيء؟ مرتاح حصان. انت انت كيف رأي يعني وش رايك؟ انت تبيني اطلبك يعني ولا تبيني اعتقك؟ كيف تطلب لي؟ يعني انت انا في سجوله وانت في سجوله. خلاص خلها بعدين. بعدين ان شاء الله يعني انت فاهم بها. ايه انت عالم انت عالم ان شاء الله. انت عالم بها، يلا انتبه على نفسك ها؟ تم الله يحفظك. السلام يا شيخ. يا عيال هذا تحبون العلوم، هذا وش اسمه رجال، طبعا ذي سالفه قديمه، ذا رجال يا طول الاعمار متزوج، متزوج وش اسمها مره ما تقرب له، المهم يا طول الاعمار ولا عنده اخوان، وحيد امها الله يجركم ما تحدون كلكم، ولكن عنده اخت واحده وابوه ميت. المهم لانه جالس مره من المرات مع وش اسمها زوجته وامه واخته في البيت، المهم قال فيها يذكر عند العرب فيها وش اسمها شجره الإيمان لكم عليه والدنيا لكم عليه، فيه شجرة في المكان الفلاني تبيرة سدرة تبيرة، لا جيتها تجي عند شو اسمها
الشجره ذي وتقعد تهرجها تهرجها وتقول ماذا اشكي لك، ابي الحاجه الفلانيه، ابي الشيء الفلاني، وتعطيك اياه، اي شيء تحتاجه تعطيك اياه. المهم صدقوا، هم صدقوا شو اسمه كلام هذا. قالت العجوز الكلام ذا صدق يا امك؟ قالي بالله يا يم، هالموقع الفلاني الحجزه الفلانيه لا رحتي للمكان ذاك تقولين اللي تبينه يتحقق. قالت جعل ربي يطول عمرك، والله لا بي شيء، حدك على قيد الحياه، انا ما بي شيء. قال لا بس طرها السوالف، طرها العلوم. المهم يوم ظلم الليل دره، يوم ظلم الليل راح لاشترى ذي، ظهر فوقها انجلس ويتحرى ويترقب ويتحرى ويترقب ويتحرى ويترقب. الذا امه جت يبرى لامه هلالين ايش اسمه يبي يسمع أمنية العجيز وش ودي يحققها أمي. المهم تجي عند شو اسمه ضلع العود حق الشجرة. المهم وتقعد تهرج يا راعي الشجرة يا راعي الشجرة، تزهم عليه وقعد شوي وتزهم يا راعي الشجرة يا راعي الشجرة يا راعي الشجرة. ولده هو اللي جالس فوق. المهم يغير صوته قال تمنى يلي تبينه، وش أمنية اللي تبينها واعطي سياها. قالت قول يلا وقول يا قول يلا وقول يلا ان فلان الفلاني العجوزة هووية يلا يا راعي الشجرة ان فلان الفلاني يجيني ويخطبني من عند ولدي، وان ولدي وافق ويعطيني اياه، ما ابي الذي يا شجرة، حقي مطلبي، حقي منيتي. المهم راحت العجيز، المهم ويعود يعود البيت ويرقد. المهم يوم جاء اليوم الثاني يفطر مع العجيز امه. المهم راح لامه قال ميد امها يا يما انت لون في الدنيا ينقص الشاي ولا تبين شاي، لون في خاطر شيء من الدنيا. قال لا بالله وانا كل شيء، جعل ربي يطول عمرك وجعل ربي يخليك مره يا يوم يا يوم لو تبين شيء ولا ينقص علي الشاي. قالت لا بالله انا ما بشي. قال زين زين الله يوفق، لو ان اشترى ذي لها طاري. قال لا بالله الموضوع اللي كلمت فيه امس لا بالله لا بها طاري ولا حد جاب طاريه. سمعت امرته الكلام ذا، قالت العجيز باقي تنشد من ذم الشجره والله نجيها. المهم يوم جاء اخر الليل ويروح الرجال داره ان المراه وين بتروح يا فلان؟ قال والله بروح عندي شغله بروح اجيبها وبعيد يمكن اتاخر عليكم. المهم يروح الرجال ويظهر على ذا الشجره، يوم طلع على الشجرة دي ويتحرى ويترقب يتحرى يقول من اللي بيجي، أمي ولا زوجتي ولا أختي؟ يقول شوية طوال العمر إلا المرة اللي جيت منك، يقول دار أنها زوجتي. المهم يوم جت بأمرته قال يا راعي الشجرة يا راعي الشجرة، تزعم علي يا راعي الشجرة، رد عليها ندى وش تبين؟ لسه أمنية، تمني اللي تبينه وعطي سية. قالت هذه يا راعي الشجرة أنا ما بيلمنيت وحده، أن شو اسمها رجلي يموت وافتك منه، فقير وحياته شينة وعيشت معه ما هي بزينة، وجبرني أبوي عليه، ما أبي الله يجعله الموت اللي يموت وأشوف لي رجال ثاني يتزوج ويعيش. المهم أن الرجال سمع ذا قال اسمعي أنا بوصيص على حاجة، أنت تبي الرجل يجيه العمى ويموت؟ قالت بالله يا راعي الشجرة أبي الرجل يموت الله يجعلها موت وانس. قال اسمعي أركي عليه كل صبح، أركي عليه بالخبز والسمن والعسل المدة 40 ليل عقب 40 ليل أهم شيء يوميا أركي عليه الخبز والسمن 40 ليل متى لا ينقطع يوم واحد، إن كان ستبني يموت قالت أركي عليه. قال أركي عليه بالسمن و المهم يعود الرجع ويرقد ويقوم من الأصبح ألا عشت بعد ألا إيش اسمها المرة مكثرتنا الخبز والسمن والعسل. قال لي بس ضبطت الخطة، عود الرجال كملوا يومهم. ويوم جاء آخر الليل قال خلني أروح، راح الرجال وطلع على الشجرة. ويوم طلع على الشجرة لذا أخته جاي
قال لي هالمره وعرفنا وش تبي. وامي عرفت وش تبي. ده الحين اختي خلني اسمع وش تبي. يا راعي الشجره يا راعي الشجره يا راعي الشجره. ارد عليها قال تمني اللي تبينه واعطي سيه. يقول اخوه بس انا على انه الشجره وكذا. قالت انا ما ابي من الدنيا شيء الا حاجته وحده. قال اعتبريها جاتك وش تبي. قالت ان الله يطول في عمر اخوي وان الله يخليه لي. شوفت اخوي بس هذه مليتني الدنيا وما عليها ما ابي ولا حاجه. الاخت احسان قال ما ابي الا ما ابي ولا حاجه. والله ما حد اخوي حي وطيب. انا بس اطلبك انك تسعد اخوي وتعطيه طول العمر غيرها فلا عاد بشيء. المهم جاء الرجال قال اخيتي هذه اللي انا اصلا كنت ادري وش تبي بس انا سويت الحركه دي بشوف وش في خاطرها. المهم يوم جاء من الاصبح الا باقي هذا اليوم الثاني الا المره تركي بالخبز والسم. المهم افطر هو وامه وزوجته واخته. يوم شبعوا وخلصوا قال قومي يا فلان الله يستر عليك وقومي يا اختي مح انا ابي العجيز الحاله. قال يا يوم ما في العلم الا سلامت. قالت سلمت امك وش عسى ما خلا. قال يا يما العلم ما فيه مكلمني فلان الفلاني يبي يسأل على سنة الله ورسوله انت تبيني يا يم ولا ما تبيني. قالت وش يعقوب طبعا العجوز حرامية هواويت شاق قلبها فلان لكن تكابر قدام الرجال الا فيني ما بيه. قال يا يم خاطبين في سفلان انت تبيني يا يم ولا ما تبيني. قالت اخت اخوي فلان يعقوب بخسر الله يضمك ما عاد عقب ابوك رجال والله يخليكم لي ولا عاد ابي. يا يم يا يم انت تبين الرجال ولا ما تبين. قال لا بالله لا بيه وجعل ربي يطول في عمرك. قال ابشر يي دام ما تبينه فلان انا والله ما غير جيت ابي اقول لكن دام ما تبينه بكيس. طبعا الرجال ما خطب. انت يا الرجال ذا ما خطب بس ان الرجال يموه على قلب العجيز. المهم يوم قعدنا يمكن عقبها فتره انهوى راح الرجال وكلم الرجال ذا اللي بيه اللي تبيهم خذ وعطى معه. قال يا ولد انا احبك يا عم واعزك ولا احطك الا مثابه الوالد لكن ذا الحين امي ودك تاخذها ان كان ودك وان كان ما ودك بكيفك. قال لي والله ودي وانه ما يردني الا قل للمال. قل للمال هو والله اللي يردني ولا والله اني طامع من سنين. يقول الرجال ميت. قال رجال المال ما اهم ما عليك الزهد فلان الفلاني راعي محل حرير جيب لها قطعه من عنده وبيت قطعه قماش. ومر لمساء جاء الرجال وورد ولقى عندهم العجيز تلاحي وما ادري ويش من ذا الكلام من ذا البربره. وافقت العجيز وخذتها وتوكلت على الله. المهم عقب 40 ليل عقب 40 ليل راحت ايش اسمها المراه للرجال راعي ايش اسمه راعي الشجره يا راعي الشجره يا راعي الشجرة يا راعي الشجرة يا راعي الشجرة. تبي أحد يرد الصوت تبي أحد يرد الصوت عليها تبي أحد يرد الصوت عليها. والله ماشي ما حد رد الصوت عليها. عودت وامست. يوم جاء اليوم الثاني إلا شو اسمه المرأة ما سوت لا زاد ولا سوت ما عاد مات الرجال. لا ما مات سلام. تبي أمنية أمنيتها أنها تذبح. عقب 40 ليل جاء الرجال وقام الصبح على الفطور. يوم قام الفطور الا الا لا لا شوي او شنو عشت. يوم جاء شو اسمه طلقها وقال انقعد وانتهت. شكرا انت ضحكتك جلوه. والاخت الاخت اني ابي اكل عيشه.
ليش ما مات؟ والله يعني شو اسمه ما توقعت. لا والله ما والله قصه طويله والله. هذه نسمعها احنا شو اسمه احنا ورعاء. سالم كم تعرف القصه دي؟ تعرفها؟ ايه طبعا القصه طويله الصدق الصدق الصدق. بعد 40 ليل الرجال تعامى سوى نفسه ما عاد يشوف وما ادري ويش وفيها سوالف واجد. ايه ما نسمعها القصص دي حنا. كيف لا 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 القصة هذي كانت أمي جعل ربي يطول في عمرها. طبعا من أول قبل الله يتزوج فلاح أخوي وقبل تزوج أختي كلنا كل أبونا الله يجعل ربي يجزى أمي عنا خير الجزاء في ذا اليوم. طبعا أبوي الله يبيح منه ويغفر له مات وحنا ورعاء 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 ورعاء. أي والله. وديك الحين وش اسمها ديك الحين جدي وبمي باقي حي وخالاتي يمكن تنتين مدري ثلاث يمكن ثلاث هي خالاتي ثلاث وخوالي اثنين ما قد تزوجوا. كانت جدتي عايشة في بيت بيتهم أنا وعايشين البيت فيها حنه ورنه وما نعجده. جدتي ما كانت تجينا متى صارت جدتي تجينا يوم مات جدي وخالاتي يعرسوا وراحوا وخوالي يعرسوا وراحوا ما في أحد في الدير صارت تجينا. فيوم جتنا صار تشعب البيت ومن ذا الكلام يلا من أول على حياة. بعد ما مات أبوي جعله الجنة كانت أمي الله يطول عمرها كل بنا ورعان جلسنا يمكن سنتين بعدين طلعنا لبيتنا الجديد. كان بيتنا جديد يمكن فيه خمس غرف نوم بس ما كنا نرقد إلا في غرفة واحدة. كل أبونا كل أبونا كل أبونا يمكن غرفة واحدة يرقد فيها أربع أشخاص خمس أشخاص خمس أشخاص أنا وإخواني وأختي وأمي نرقد كل أبونا سوا. حتى أمك يقسم بالله رب المصحف كانت طبعا ما عرفنا السرير اللي قريب والله منه حتى بدون سرير. كان ايام الشتاء ايام الشتاء الله يطول في عمر امي انا كان يجيني كلف وله بكلف كان يجيني مرض ملعون جدا في الشتاء وجون يقطع حتى بطن رجلي ذا ذا الله يكرمكم ذا على حرام انها تقول عيون يتفتح. وكان يجيني هنية ويجيني هنية يجيني في يدي وزغودي اي الله الله. المهم ان امي تقوم يا ولد حياة 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 زينة. الساعة 9 كانت الديرة ذيك الحين ظلماء خضراء ما يظهر ما فيه أكباس ولا فيه. كانت خاصة 9 رقت كل بوان وكانت أمي تضربنا بش اسمه تدهننا بالفازلين وتلبسنا شربات و انت سدع والله من ساعة يا رجال. وكنت أخاف سعود خوي يا تماس سعود خوي سعود خوي يضحك يضحك وتكون أمي تبطنه. فأهرج أمي أقول يا يوم عطيني قصة أعطيني قصة يا يوم ولا ترى أني ببط سعود. كان سعود وقتها ورع ورع وتقوم أمي وتعطينا قصص هما فيه قصة قد قالتها أمي وحضرتها كاملة ما فيه قصة. شوف يمكن ما تعرفوني ترى الحين أنت معي أنت الحين معي جالس معي في مجلس هني وتسولف علي تهرج علي وتعلمني بقصة تراني برقد لو انت توني قايم من النوم. وانا رجال احب السوال ارحب يا ابو شديد ترى احب المطر. هذه انشدوا عنها مسعود بن شعفول ومبارك الخيرين الهاجر كان كنت يقول اي والله ما انساها. كان يقول نادي مبارك الخيرين يا ابو محمد خلني اروح لبيتي. اقول والله ما تروح احنا في لندن والله ما تروح تعال تعال مشينا للفندق حقي نروح للفندق هنستحنا على السرير
واتغطى بالبطانيه ويلا اسلم يا مبارك وش سوالفك وين رحت؟ وجيتكم ذاك اللي هو يمط الهرجه هو هرجته يا الله تظهر عن من هرجه القصمان يعني هو ذا الحين كيف يقول لكم؟ وجينا اي والله هو يمط السالفه انا رقت اشهد الله علي ريجي ارقد احب اتحدث مع واحد وانا منستح اتحدث انا وياه كان يقول مين يا ابو محمد ما شاء الله عليك لو انك انت مشهور ايه بس انت وجب عليك انك تصور عطني سنابك بحط سنابك في جوالي وبصور عنك اي والله كان وقتها موجود مسعود ومنصور زايد كان منصور يا بهيمه حاط الرجال ربك تودك والله يا اخو ولا اعطيك عقوري قلت انا الربع خلوني اسولف على راحتي واستانس خلني اسولف خلني اسولف على كيدي واجي واتهرج مع مبارك اقول له تعال 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 خلينا نتحدث اقسم بالله يا ريجي ندقها في السندويشت والبطاطس يأذن سندويشت في لندن ذا كوبرا يسمونها صمون بري حالي صمون طلق لي تجيني تبي تهددني انت تقول صمون وتجيني تبي تضربني وانا على زادي اني فلقوا معاين فيك لا أكل لا شبعت عاين فيك صمون صمون ايش اللي صمون ايه نقول صمون خير والله لا تجيني تهددني تقول صمون تهددني يعني تبي تضربني وانا على زادي وانا خابرك تنادي السندويش تصمون اني ما اقوم لك اقول ايوه ايش تقول والله لا طعنك ولا عين بك ايوه بالله عليك اقوم لك صامولي ايه صامولي يجي صمون فانا طراها الحديث والله انك لا تحدث معي اروح لا سافرنا انا و سالم انا وقعقوري انا والواو اي صديق معي انكم تسدحين على طبعا انا ماني من النوع اللي يمسك الجو اشهد بالله شهادة حق الري ما لكم دين علي يا عيال مدنيه 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 اغلب العيال يحبون جوالاتهم انا رجال ولا تقدر تقول للناس شيء كيف نادر منهم من اخوياي ما يحب الجو ما في كلهم عز الله جعلها في ذمتك جعلها في ذمتي دي اسال عنها في يوم الاضل الا ظل ماني من النوع اللي حريص على الجوال حريص ومدري ويش أشهد الله علي في اليوم يوم كامل إني ما أشحن جوالي إلا مرة أحسك عاد مدمن جوال والله مين ما غير صحيح إيه فلا تقدر تقول للناس شيء أقعد أقعد نستحى عاين والله يا قبل يومين متسدحين في الاستراحة وعايم في العيال على جوالات معاي حط جهاز غودي ابي الريجي يردوا لي الصوت ابي احد يسولف علي ما حد يسولف علي واقوم اقسم بالله يا ريجي واقوم واطفي اللمبات واقرب البطانيه واخذها واركض عايم فيهم والله اني عايم فيهم كذا حتى وانا منسدح اتقلب يمين اتقلب يسار رجع لي العب فيه والله عاد الاول كنت العب لعبه مو بصاحي بس ما ادري وش جاني تغير ما صرت العب ما هي شيء دعوه والله ما ادري كيف اوصفها لك عجزت والله عجزت بدك تصير مثل خالك والله موجود البي سي وموجود بس اني ما فضيت فأنا من النوع اللي أحب الحديث وقت النوم ما أسمع فيه أشهد بالله يا رأي يجي لني ما أسمع فيه تحدث علي سؤل هنا وياك وسؤل لولا الظلام والهدوء أحسن شيء
الظلام لا لا ظلمة مرة لا نور خافت لا بأس به. الحمد لله في أحد نفسي من الصوت. أنا مختم إذني الحالي طبعا أنا أرقد الحالي في المجلس. أنا مختم ترى نايف حمدان نايف حمدان أنا مختم قصصه كلها. بس ما أذكر أني تابعت القصة كاملة. شيط ليش ما تنام على القرآن؟ الله أفضل. والله يجزاك خير. والله أنك الله يجزاك عنا خير الجزاء. كلامك في محله. لكن يا أخو كوش نسوي. مثل ما عمل ذلك شيء. عمره جاك جاذو. الله يكفينا وياكم شر. غبن. بنام على الكرة. الله يجزاك خير الجزاء. ارحب يا وفا. مبروك خسارة السيريال. والله حرام عليك ريال. والله حرام عليك. زقيت في جوي والله. والله خسر السيتي الحمد لله. ادعي لي تويتر ضروري ابيك. ارد انا يا حبيبي والله في تويتر. توني جيت وش معلوم؟ والله انا عندي جديد وواجد عندي والله انا من قبل رمضان انا شفت لي حاجه وعجبتني جديد والله وعجبتني اشهد في ذمتي انها عجبتني. ويوم عجبتني كلمت عيال عمي قلت الرابع عبيدي اعطوني اياها. قالوا يا ابو محمد مدري وش. قلت يلا يجي اعطوني اياها احتاج هذه. وقاعد ازين هذا الحين منتج مهم منتج يمكن منتجات جديده. اي والله عندي في خاطري ان شاء الله اني باصل وان شاء الله اني ان شاء الله ان نخاف الله في شغلنا. الله يوفقك امين يا حمد اجعل بوس في الجنه والجميع. خاف الله في شغلك وابشر بالخير. لا تروح تجيب شيء ابو كلب وتبيه يمشي وتبي الناس تحبه وتبي في ان شاء الله قريب يعني 20 يوم نبي خصم على تندر. ابشر بالسعد والله لو اضمن ان ولد عمي صاحي ان انزل لك خصم. تبيني ادق عليه؟ ادق عليه ليه؟ تبي خصم بس على عطر الشعر؟ ابشر. طب
ادعمك في ماتس الواتس كفو، جرب يطول عمرك. والله اني اشقر على الواتساب انا، اقعد اقعد اقعد، لان ولد عمي مو في الديره ترى، هو في الرياض، موظف في الرياض وعايش في الرياض. والله بيت بناه الله اني ادخل الواتساب، لا قبلت اقعد اعطني الجوال واخذ الجوال وادخل وادخل وادخل، اقسم بالله اني ارد على اكثر من 1000 عميل في 10 دقائق. ويمكن اللي قابله شاف. ابشر بكتب له الحين رساله نصيه، والله ابشر بالسعد. عطر الشعر بس نبشر. طيب يا طويل العمر ويا مقال السلام. دقيقة، ليش عطر الشعر؟ لا بس وش المناسبة الخاصة يعني؟ وش طيب مناسبة الخاصة؟ لأن العيال يحطون في راسي يا ولد أنت، ترى ما في خسارة يا حبيبي، لا تحسبني اسوي لك خصم انه والله ان شاء الله انه مو بخساره، لكن هامش الربح يقل. هامش الربح واللي الخساره ما من خساره. راعي الاول اشهد انه ما يلحق. حمد المري يقول روعه، لبيك حمد المري. الجبيل ممتاز. فيصل عياد الشمري ونعم، متجر جميل وخدمة توصيل سريعة، الله يوفقك فيصل. أشجان جميل التعامل وعطرات ترتيب المتجر، أشكركم طول عمرك. كيان الرويلي نفس كل مرة أفضل متجر براند في اندونيس، الله يطول عمرك يا كيان من سكاكا. حسون القحطاني تذليث المرشات وبخور ريحتها وثباتها، اشكركم. لا شكر على وجه. البجادية حلو توصيل زي 10 من 10، يطول عمرك. والله فيه قرى يا ولد، يلبيك فندر يعني، فندر في قرى والله. ابشر بالسعد، فيه اشياء جديدة ان شاء الله قادمة بعيدا عن فندر، وفي اشياء في فندر باقي. اللي في فندر والله ان قد خلصنا امورنا كلها، بس تستغرق فترة ترى، ولا خالصين احنا قد خلصنا، خالصين من زمان والله. هي قصة طويلة بس أنا لا خلصت علمتكم، قصة طويلة بس أنا لا خلصت علمتكم، لأنها سافرت. أنا سافرت برا المملكة وخلصت أموري كل بوا، بس أنا أطول لأنها تجي من برا 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 المملكة. إيه فأصبر. العودة ترجع والله يا رواية. هذه العودة أنا استخدمها بهات شخصية والناس أدواك. سافرت عشانها أيوة رب المصحف. سافرت من أجل فندر، من أجل فندر أنا سافرت، بس عندي أشياء ثانية. لا والله قاعد ممكن أشتغلنا فيها من نص شهر 8 إن شاء الله. أما فندر لا، فندر من قبل، يمكن لنا الآن 3 شهور وخلصنا، بس إنه يبي له فترة على ما يخلص في فترة. يعني كم تقريبا والله يا ذهب فيما يخص فندر والله مطول شوي، اما الشيء الثاني لا قريب، اقل من شهر، اقل لكن ان شاء الله باذن الله. سمسه يا حبيبي حن. في عروض ابشروا على خشم ان شاء الله اني ما انسى. اني ارسل رساله يا اخوي، سوي عقب سوق خصم، اني ارسل رساله كود خاص. ايش ارسلت له عشان ما انسى؟ لا قمت لين يكلمني. سعره كله ابشر يا ذكر على خشم، بس هو كود خصم عاد.
شوي بس خليه يخلص الان نخلصها على ذا الخشب. ابشر لان ما ودي اقول شيء في النهاية انا ما سويته، بس خلني اخلصه. والله ما والله ماني من النوع اللي معطيها وضعية، لا والله، بس اصبر علي. وش اللي قريب؟ عطور، عطور وغير عطور، عطور وغير عطور، بس اصبر. سوي توزيعات باذن الله، توزيعات عيد الاضحى باذن الله موجوده. احنا سوينا هذا، والله ما توقعت، والله سوينا كميه محدوده، ما توقعت انها بتمشي، والله اني ما توقعتها. ومشت الحمد لله رب العالمين، نفذت كميتها. يمكن انزلها كمنتج. كيف انزلها كمنتج؟ والله ما طرى على بالي. الموضوع كله كان فكرة حقت عيديات، موضوع عيديات. دخلت يا ولد تعليقات الناس، يا ولد الناس تمدحها. قلت يا ولد يمكن هذا يسلك لي، هذا يسلك لي، هذا يسلك لي. 70 كومنت كلهم تسليك، مستحيل يا أخي. لا تحطونها كاملة يا أخوان، أهم شيء لا تحطونها كاملة، كسروها. والله ريمية الموضوع كان فكرة أنها عيدية، لكن يوم شفت الناس عجبتهم قلت يا ولد تدري بنحطها كمنتج وقيات ديارتها. خلي ذات إن شاء الله شهيد، سامحني ذبيت عليك. حقك يا أخوي، ذب وستانس يا ولد، اضحك يا أخوي. يا لي زايله يا رجل. هل شاركت وكت مع عرض الكويت؟ عزيزه يا كويت فوق المعزه، ترقص لك الروح. يا رب يرحم والدينا ووالديكم ويسعدنا ويسعدكم جميعا. بنصلي وناكل العيشة ونجيكم، مضبوط؟ ماني مقفل، ماني مقفل. بنصلي وناخذ ربع ساعة عشان رقد معنا صلاة يا ولد. مضبوط، يلا صلوا.